السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي، قناة الحياة أحلى مع سمسمة. لو أنتوا عندي في القناة لأول مرة، فضلا دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. إليكم اليوم أسعار الدواجن والطيور والبيض من بورصة مصر يوم السبت 20/6/2020. سعر كيلو الفراخ الأبيض 22 جنيه، سعر كيلو الأمهات الأبيض 19 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو 27 جنيه، وأخيرا سعر كيلو الفراخ البلدي 37 جنيه. أما عن أسعار البط اليوم، سعر كيلو البط البلدي 60 جنيه، سعر كيلو البط المولر 40 جنيه، سعر كيلو البط الفرنساوي 35 جنيه، وأخيرا سعر كيلو البط المسكوفي 45 جنيه. أما عن أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة مصر اليوم، الكتكوت الأبيض سجل اليوم من 10 جنيه إلى 13 جنيه، والكتكوت الساسو من 5 جنيه إلى 5 جنيه 75 قرش، الكتكوت البلدي من 3 جنيه إلى 3 جنيه ونص. أسعار البيض اليوم، كرتونة البيض الأبيض 22 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 24 جنيه، وأخيرا كرتونة البيض البلدي 32 جنيه ونص. سعر السمان اليوم، سمان أسمر من 2 جنيه وربع إلى 2 جنيه ونص، وسمان أبيض هجين من 2 جنيه 75 إلى 3 جنيه. أخيرا أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.